التغذية السليمة ضرورية جدا لجسد معافى وعقل سليم، خاصة لعيالنا باختلاف أعمارهم ومثل ما قلت عشان فترة الصيفية وأيضا اللي عندهم امتحانات. طب صحيح كلامك، شو الحين أيضا مع دخول فصل الصيف من الضروري أن نعرف أكثر كيفية التغذية الصحية السليمة، شلون نمد أجسامنا بالغذاء الصحي وبطريقة صحيحة حتى نضمن أيضا عدم إصابتنا بأي أمراض لا سمح الله. يعني أكيد راح نتكلم بشكل مطول عن هذا الموضوع. تنضم إلينا في الاستوديو الأستاذة ليلى حسين آغا، اختصاصي ومدرب تغذية علاجية. راح نبدأ معاك، احنا ما شاء الله بلشنا من قبل الهوى نسولف عن الموضوع، راح نسولف عن التغذية الصحية، شنو المقصود فيها؟ خلينا نعرفها في البداية. أول شيء صبحكم الله بالخير، مشكور على الاستضافة. التغذية الصحية باختصار شنو علاقة الأكل بجسم الإنسان من جهاز الهضمي وشلون ينتشر في خلايا الجسم حتى الذهن المخ؟ يعني هي عبارة عن علاقة الأكل بصحة الإنسان، الوقاية، الأمراض، شلون حركة الهرمونات، وشلون نقدر من خلال مراحل الحياة العمرية إن نعطي التغذية على حسب النمو وأيضا على حسب الحالة الصحية. في ناس بسبب مواقف صعبة تحوشهم أمراض أو حوادث أو أيا كان يعني، فإحنا في التغذية بعد ما الطبيب المعالج يحدد الحالة الصحية ويحدد علاج إن كان دوائي أو جراحي، يدور أخصائي التغذية يقيم الحالة، تقييم الحالة تغذويا ويحدد لها الخطة إما العلاجية أو الوقائية، وحتى طبعا حق الرياضيين والله يحفظهم بعد ذوي الاحتياجات الخاصة تكون هذه شغلنا. فالتغذية الصحية ما هي مرتبطة بأن كل أكلنا أورجانيك وطبيعي ولا مثل ما قال. هذه النقطة اللي أنا ودي أتكلم عنها. يعني في ناس يقول لك والله أكل البيت صحي وأكل المطاعم غير صحي، طيب أنا شلون أقدر أحدد الأكل الصحي أو التغذية الصحية اللي فعلا صحيحة وصحية وغير صحية؟ خوش سؤال. طبعا الأكل الصحي عبارة عن أنك أنت تاكل اللي يحتاجه جسمك من غير ما تضيف عليه المواد الغذائية اللي تتخزن في الجسم من غير ما تتكسر المواد الأولية اللي هي الأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية وسكر الجلوكوز اللي من بعدها تتفتت حق فيتامينات ومعادن بالجسم. أكل البيت صحي إذا قدرنا ما نكثر فيه مثل ما تقولون الدهون أو المواد الحافظة، ونفس الشيء المطاعم. ما في شيء اسمه صحي، في شيء شلون إحنا نستخدمه بصورة صحية. يعني أعطيكم مثال، بدأنا من إحنا بدينا الحين فترة الامتحانات، أنا الوالدة لأني كنت أحب كاكاو بنجوم وأحب كان عندنا كاكاو توتي فروتي مالت شركتنا، على بني أحبه كان تجيب لي كراتين. هني الكاكاو البرد تسوكي ما فيها شيء الطالب ياخذهم، ولكن ليست بكثرة. الشيء الثاني بعد عندنا الطلبة، دامنا قاعد نتكلم عن الأشياء الصحية خلال الامتحانات، الطلبة هني للأسف في السنوات الخمستعشر سنة الأخيرة وايد قاعد يعتمدون على بنية طاقة ذهنية، يعتمدون على مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة ما هي سيئة، ولكن إنك تاخذها وأنت منت رايح تسوي تمرين رياضي أو مجهود بدني كبير، وقبل تاخذها قبل المجهود البدني الحركي على الأقل بنص ساعة، هني راح تصير كل الطاقة تروح حق المخ فتعطينا ذاك الألرت اليقظة. فعشان كذي في بعض الطلبة والطالبات ياخذونها، مشكلتهم وين؟ إن لما ياخذون هذا الشيء ياخذونها بأكثر من علبة في اليوم أو أكثر من كوب في اليوم، وهالشيء يسبب لهم الأرق بالليل، يحوشهم أرق بالليل. شو يسوون في الليل؟ شو يسوون؟ يروحون ياخذون بعض الحبوب اللي هي مسكنة ومنومة. أوه عكس. برافو عليك. يقعد الصبح متشنج مع الامتحان والاختبار. خلال هذا الشهر في ناس استمرت معهم وايد، وهذه وايد صارت ياتنا حالات من هالناحية، الهرمونات تغيرت عندهم، الهرمونات الذكورة والأنوثة قامت قامت تأثر على البنات، الهرمونات الذكورة تنترس في لدرجة الشعر قام يزيد، اللي بعدها نضطر إنه يتعالج هذا الطالب أو الطالبة مدة 6 أشهر ل 9 أشهر بعلاجات هرمونية إنه نعدل الهرمونات. هذه واحدة من الأمور اللي تعتبر مو صحية. إحنا أنا دائما أقول يعني تعتبر خطرة أستاذة، يعني مو شيء سهل إن الهرمونات في الجسم تتغير يعني بالضبط. من أنوثة لذكورة أو العكس تماما، على ما انه الجسم اكيد يتقبلها. احنا طمعانين اكيد في تخصصك، واحنا اليوم قاعد نتكلم عن التغذيه الصحيحه. بعد نبي نتكلم، احنا في بعد حالات يعني ممكن رصدناها تكون تؤدي الى الوفاه بسبب المشروبات هذه. تدري ليش نوري؟
فيها عبارة عن 3 أكواب، يعني فيها تقريبا 150 ميلي جرام من الكافيين أو الكافيين. تمام؟ وإحنا في اليوم نحتاج لتقريبا 300 ميلي جرام في اليوم، ولكن مقسمة كأنك شربت 3 أكواب قهوة مركزة خلال أقل من نص ساعة. الشيء الثاني مع رجعة عبارة عن بطل الماء، يعني مو هين مو سهل المقدار. إيه، وفيها بي 12 يحطون فيها، ويحطون فيها شيء يسمى بايورين. هذه المواد اللي فيها أساسا مصنعة حق الرياضيين، لأن الرياضي قبل يدش النادي أو عنده منافسة أو شيء يحتاج هذه المواد قبلها بنص ساعة. زين، عفوا أستاذة ليلى، يعني أنا ضد هالأمور، يعني خلنا أتكلم وياك بكل شفافية. دائما احنا من عمرنا رياضيين، صح، من واحنا صغار لمن كبرنا، صح، والحمد لله رب العالمين نلعب بنديه ونمارس الرياضه بشكل طبيعي ويومي. حلو. عمرنا ما اخذنا هالامور، كنا ناكل وجبتنا على سبيل المثال قبل التمرين او المباراه بنص ساعه ساعه، يعطونا قطعه كيكه قطعه صغيره، يعني شيء مجرد انه اساس انك تدخل المباراه انت محافظ على طاقتك. او مع من طلعوا بهالامور في سالفه المشروبات الطاقه ومكمله، ترى انا احس ان حكي ماخذ خيره سوق ماصلي يعني. وانا ازيدك من الشعر بيت، احنا كنا اول ناكل ونروح اخواني يلعبون في البراحه ويردون ما فيهم العافيه، نرد ناكل اول. اول احنا طبيعه جسمنا طول الوقت نلعب، ما عندي لا انا بحدد الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه رياضه. انا دوم اقول حق الرياضيين، اذا بتحافظ على صحتك لا تحدد ساعه في اليوم. انت قاعد تبرمج جسمك، انت قاعد تبرمج جسمك اذا لعبت قبلها او بعدها جسمك يتعب. سالفة هذه المكملات متى صارت؟ لما صارت المنافسات العالمية وصارت المباريات التنافسية. عادي في الاسبوع 3-4 مباريات يلعبون، صح ولا؟ في الانديه احنا على طبيعة الملاعب عندنا، إذا لعب مبارتين في الأسبوع يتعب اللاعب. هم عادي اليوم وباكر يسافر، عقب باكر عنده مباراة. هم هناك قاعد العلم اللي عندهم يطورونه، لأن حياتهم فيها صعوبة. إحنا صارت حياتنا فيها ربادة، أو خلينا نقول مو الكل طبعًا، بس خلينا نكون صريحين، أنا واحدة منهم ترى. أنا واحدة منهم يعني. كشريحة أكبر يعني نتكلم البعض منهم كشريحة أكبر. على فكرة في العالم ككل، العالم ككل مو بس بالكويت، بسبب قلة الحركة المستمرة والتوجه حق الإلكترونيات الآيفون السمارت فون وما إلى ذلك، صارت الحركة أقل. فحتى لو أكلنا الطبيعي راح يزيد وزننا، لأن الطاقة الداخلة للجسم زيادة عن اللي قاعد نطلعها من الجسم. أنا أختلف وياك في نقطة واحدة، عفوا بس أقول لك نقطة. كرياضيين إحنا عندنا مشكلة كبيرة في لاعبينا. طبعا أنا أتكلم إن في كم لاعب لأن أتعامل معهم، دوم يحوشهم شد عضلي بسرعة، ما يسوون حماء معناته؟ احماء لا، الماي ما يشربون عدل. سالفه المشروبات هذه النقطه اللي بغيت اتكلمك عنها، عفوا استاذه ليلى، يعني هذه النقطه اللي انت لما تيجي تقولي لي اوروبا او امريكا المحترفين نظام اكلهم غير، برافو عليك، نومهم بوقت، قعدتهم بوقت، تمرينهم بوقت، بروفيشنال. وايضا ترى كثير منهم يعني يمكن من اشهر اللاعبين في العالم اللي هو كريستيانو رونالدو على سبيل المثال، او احد اشهر اللاعبين في العالم في كره القدم، ما يشرب اي مشروبات غازيه، بس ما يصير اصفق بالاستديو، عرفتي بالضبط. احنا ايام اول، على فكره انا عمري 46 سنه يعني عمر كله ان شاء الله، ان شاء الله. كم مره كنا نشرب مشروبات غازيه في اليوم؟ في الاسبوع كنا نشرب، مع ان احنا السحارات ترس عندنا، صح ولا لا؟ الحين على كل وجبه يشربونها. هذا اقول لك احنا تغير نمط الحياه مع قله الحركه. الماي ما يشربون، في لاعبين ما يشربون ماي، كان يعني عندي ما يشربون. بعدين انا ابي تكون عندي طاقه، وبنفس الوقت ابي اسهر علشان مع ربعي واستانس، طبعا سينما وكذي وما الى ذلك. مو ملحقين على 24 ساعه الحين. كم لاعب ينام الساعه قبل الساعه 10؟ لا، كم لاعب ينام بعد الساعه 10؟ حتى صار الماي يحطون له يعني المنكه الفليفرز عشان يعني يلا شربوا ماي وكذي، يعني على اساس انه يعني يرغبونهم. هذا دلع في 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 الصراحه يعني موجود متاح، بس انا ما اشوف على طار الماي منكه عشان يزيد تركيزك وقت الحر ووقت اي تركيز. حتى الحين احنا قاعد نركز حالات تاكلين تحطين في الماي النعناع وليمون،
لو عصرت ليمون ونعناع هذه تعطيك تركيز، تعطيك مثل ما تقول انتعاش. واذا قطعت كاكاو اوكي راح اقول اسمر، مو لانه صحي، لانه فعليا الكاكاو الاسمر يعطيك طاقه للذهن. احنا عندنا نوعين من الطاقه، طاقه للجسد وطاقه للذهن. القهوه، الكوفي اي نوع من القهوه تعطيك طاقه ذهنيه عاليه، لانها تخلي العضلات المخزون في العضلات والبنكرياس تطلع الجلوكوز اللي فيها، وتروح حق الخلايا الباقيه بصوره اسرع. اما اذا تبي طاقه مريحه تعطيك يقظه، بس الطاقه مريحه تشربون شاي، اي شيء ورقي يعطيك انتعاش وتنظيف للجسم منبه، بس يعني اعشاب يكون يعني مو بذيك الخطوره، افضل من المشروبات الطاقيه. شوفي هذا اللي اقصده، انت تبين الحين يقظه عشان مده طويله ولا تبين ترتاحين؟ فهمي كيفيه استخدام الاشياء. علشان كذي في ناس لما ياخذون مركبات قبل الرياضه، او في بعضهم للاسف قاموا يستخدمونه قبل الامتحانات اللي تعطيهم طاقه، ما ابي اذكر اساميها. يا اخي خذ لك بدل تاخذ هالسكوب وما ادري شنو طعمه ما شلون بايخ وما ادري شنو، يبقى اسبريسو قهوه تركيه مع 3 حبات تمر او موزه، هذه تعطيك باور ساعتين قدام ولا يحوشك اي شد عضلي. هم اللي شنو ياخذون مكمل عشان الشد العضلي؟ نفس الشيء بالطلبه حاليا، النوم ما ادري، في انا اعرف وايد طلبه منهم من عيالنا، يعني مو عائلتنا، من عائلتنا يعني، يسهرون يعني يواصلون للمدرسه. والله وين يمديك تركز؟ اوكي يقول لك لا والله ما شاء الله ينجحون يطلعون اوائل. يهمهم الاهالي انه يدرس طول الليل يعني بشيء سهره. وينام يقطع كلامك بالخير ليل المغربيه والعشاء. زين هذا اوكي، هالشيء اوكي جبت النتيجه، انك جبت نتيجه ممتازه. بعدها كلهم يولنا ان كانت من خلال الباطنيه او الامراض الاخرى عندهم وايد مشاكل اللي هي السمنه. وابيخ السمنه لما تكون هني في البطن، بصوره انه اي. ومثل ما قلت لكم في تمارين تمدد، نسيت اقول لك اخوي نجيب واختي نوره، استرتشات، احنا تمارين التمدد التمغط اي، هذه اي حزه نسويهم كل وقت، كل حزه أيه. لو تشوفين انا وقفت قبل اجي لكم أيه. عارفه ما كنت قاعده، لان تهيئ نفسك. احنا طول الوقت العضله ما تتحرك، فالمواد الغذائيه بجسمك ما تروح حق المخ أيه. فعلشان كذي حتى تلقانهم بسرعه يتنرفزون او وايد هادين عن اللزوم. فاحنا هذه كلها عباره عن التغذيه الصحيه. شو اللي قلت لك يا ابو البداية، انه ما في شيء سيء في كيفيه اداره الامور. أيوة. نفس التعامل مع الناس. الحين تضطر نتعامل بهدوء، بعد شوي لا تشد شوي، بعد شوي هي كيفيه التعامل. حياتنا كلها عباره عن تعامل، كل حياتنا عباره عن تعامل. 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 تعامل يعني يعني اتعامل مع الناس، اتعامل مع الاكل، اتعامل مع الشرب، اتعامل مع النوم، اتعامل مع السهر، اتعامل مع القعده. يعني هذا امر جدا يعني استاذه ليلى فعلا. استاذه ليلى حسين اغا اختصاصي ومدرب تغذيه علاجيه، شكرا جزيلا على حضورك. سامحونا على القصور. ما من القصور، وبارك الله فيك وكفيتي ووفيتي. ربي يحفظك، شرفنا فيك. شكرا جزيلا، ان شاء الله يوم سعيد ومقصرتي معنا.